الصحة والجمال، لون جديد للحياة. الآن المجلة الطبية. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. زي ما تعودنا دايما بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحه. بيشرفنا ويسعدنا النهارده ان يكون معانا الدكتور محمد عبد الفتاح عاشور، دكتوراه جراحه القلب والصدر واستشاري ورئيس قسم جراحه القلب والصدر مستشفى التامين الصحي. يا اهلا دكتور، منور. اهلا بيك. القلب جراحات القلب بقى موضوع منتشر كتير جدا، وفي نسبه اصابات كتيره جدا، والمرضى في ازدياد مستمر. ناخد خبر من جرتنا ونستكمل حديثنا. اتفضل. خبرنا بيقول الصحه 40% من الوفيات بسبب امراض القلب. قالت الدكتوره علا خيرالله رئيس وحده الامراض غير المعديه وعضو اللجنه القوميه للسكر ان 35% من معدلات الفشل الكلوي في مصر بسبب مضاعفات مرض السكر، واشارت في كلمتها بالمؤتمر المنعقد اليوم لاطلاق الحمله القوميه للتوعيه ضد مرض السكر الى ان مرض السكر هو مدخل للاصابه بامراض القلب والكلى. وأوضحت أن 40% من نسب الوفيات التي تحدث للمرضى تكون بسبب أمراض القلب، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أجرت مسح في 2014 وثبت أن 17% نسبة المصابين بارتفاع نسبة السكر في الدم، مؤكدة أن اللجنة القومية للسكر وضعت بروتوكولات علاج موحدة تتناسب مع المرضى المصريين. في حاجات كتير بتؤدي للإصابة بأمراض القلب. دكتورة قايلة هي لسه عندنا مرض السكر. مرض السكر من الأمراض اللي بتأثر على جميع أجهزة الجسم، بتأثر على القلب، بتأثر على الكلى، بتأثر على كل أجهزة الجسم. والسكر كمان بيبتدي يأثر من قبل ما يظهر في التحاليل. يعني ممكن لو واحد عنده فاميلي هيستوري، عنده حاجة في العيلة بتقول له أنه عنده سكر أو ممكن يجي له سكر، لازم يحافظ وياخد حذره شوية ويتابع مع دكتور، نشوف بيجيله في العيلة على سن كام، ويتابع معهم وياخد باله أنه ما يجيلوش مرض السكر، لأن هو ممكن يظهر، يكون يبتدي يشتغل في الجسم قبل ما يظهر في التحليل. يعني مرض السكر تحديدا ممكن يبقى بوابة لأمراض القلب بعد كده؟ ممكن يبتدي بوابة، لأنه بأثر على الاندوثيليوم بتاع الشريان. الشريان بيبتدي يتأثر من الداخل، يبتدي يأثر كل شرايين الجسم، مش بس اللي في القلب، بيأثر ممكن في المخ، وبيأثر في الكلى، وبيأثر في كل في الأنسجة الطرفية. طيب ده السكر. أكثر الأسباب شيوعا إيه تاني للإصابة بأمراض القلب؟ يعني عندك الاكل، لو واحد بس اكل الدهون الكتير، الدهون ارتفاع نسبه الكوليسترول، الدهون غير المشبعه اللي بترسب في جدار الشريان. احنا عندنا هنا في مصر عاده ان احنا معظم الناس بتاكل وتنام. ده حقيقي، الناس بتاكل وتنام، فالدهون اللي بياكلها بتترسب، ومعظمنا بيغفل وجبه الافطار. دي وجبه مهمه جدا، لان هي دي الوحيده اللي بتتحرق. يعني بيفطر بيروح الشغل، فده الوجبه الوحيده اللي بتعمل بعدها، فانت اللي انت اكلته. لكن تاكل وتنام ديت ما حرقتوش، يترسب في الشرايين ويترسب في الجسم، يبتدي الانسان يتخن، يحلف المريض ان هو ما بياكلش الا مثلا لما يروح البيت بالليل. دي اخطر حاجه. طب هو كده عمل المطلوب كله عشان عشان رسب الدهون دي في الشرايين. عندنا حاجه تانية، طبعا ما بنبذلش، كلنا بنروح مكتب ما بنبذلش مجهود، بنقعد على المكتب، فين المجهود اللي بيتبذل عشان تحرق الدهون اللي كلتها دي؟ فترسب الدهون في شرايين القلب بتاثر جدا على الشريان، ممكن تسبب لنا مرض الشريان التاجي او قصور الشريان التاجي. تمام. معنا حتى لو في فيديو ممكن نبص عليه في يظهر لنا كده. طب الاصابه تمت ايا كانت الاسباب اللي ادت ان بقى في عندي اصابه في القلب، انسداد مثلا في الشريان التاجي. عندنا الانسداد ده طبعا ما بيظهرش ليه مره واحده، ترسب الكوليسترول او الدهون في جدار الشريان بيجي على حته بيحصل فيها انتمال انجري او انتمال ديسيز موجوده في، يعني لو ده شريان عندي حته في نصه او في جدار الشريان حصل فيها تير او حصل فيها انفلاميشن، يبتدي يترسب عليها البليتليت اللي هي صفائح الدم والكوليسترول يعمل معاها،
والدهون اللي ماشيه في الدم لحد ما تقفل لي الشريان ده. يبدا يضيق سنه سنه، يبتدي يضيق سنه سنه لحد 50% غالبا ما بيعملش اعراض. يبتدي يعمل اعراض غالبا بعد ما يوصل 70%. يعني انا الشريان اللي بيبتدي يتقفل على بال ما يديني اعراض بيبقى قفل حوالي 70%، اللي هي بتبقى الحاله اتاخرت اصلا. يعني تبقى الحاله لسه قدامنا شويه، ما تاخرتش جامد ولا حاجه، ليها حل. لكن هل ممكن بقى اللي يوضح لي الكلام ده عشان الحقه بدري؟ هل بكتفي مثلا ان انا بعمل تحليل للدهون الثلاثيه مثلا كل فتره؟ اولا بندور على ريسك فاكتور، المريض ده عنده ريسك فاكتور ولا لا؟ سمنه مثلا، يعني عنده تخين. المريض ده تخين، عنده فاميلي هيستوري، عنده العائله بتاعته، العائله فيها كذا واحد عنده مرض، مريض بالقلب، عنده سكر، عنده نسبه الدهون في الدم عاليه، الترايجليسرايد والكوليسترول الحاجات دي عاليه. لازم المريض ده ياخد باله ان انا عرضه لمرضى، اكون واحد مرضى الشرايين التاجيه، فلازم اخد بالي. اللي هو اخد بالي اعمل ايه بقى بالظبط؟ ياخد باله يعني يعمل يحسن طريقه حياته، الضغوط العصبيه يخف منها، يبتدي يمارس رياضه. محدش يعرف يعمل حاجه فيها دي. يعني هو بقدر الامكان يعني ممكن بقدر الامكان يبتدي يتعايش مع دي، يبتدي يعني القلق والتوتر والضغوط العصبيه دي ممكن طبعًا بتاثر على الكلام ده. بتعمل انتمال انفلاميشن طبعا، وبتاثر على جدار الشريان التاجي وبتاثر عليه جامد. يعني زي ما كنا بنشوف في الافلام زمان يقول لك ده نام زعلان، ف نام زعلان والله وارد ليه لا، بس هي ممكن تكون عن طريق رفع الضغط، انه بيرفع ضغطه لما يكون نايم زعلان او كده، ممكن ضغطه يترفع ليه يعني لا. تمام. طيب هو دلوقتي المفروض هيحسن اللايف ستايل بتاعه او اسلوب المعيشه نفسه عن طريق الاكل، عن طريق الناس اللي هي اكثر عرضه للكلام ده اللي هو السكر. يعني في حاجه احنا واخدين يعني بقول ضغوط الحياه. طب ضغوط الحياه ده فيها سر ان احنا نبتديه، يعني الايمان بالله طبعا والرضا ونعم بالله. يعني الواحد لو ابتدى يعود نفسه انه يرضى بما قسم الله، ويرضى بنصيبه، ويرضى بالدنيا، ويبتدي مش الرضا انه يستكين ويقعد، لا هو راضي باللي بيحصل ويطور نفسه على طول. الحمد لله والحمد لله. دي نسبه كبيره جدا منها بتخفف من اللايف ستايل بتاع العيان، بتخفف من الضغط العصبي، فياخد الامور بشكل اهدى شويه. فياخد الامور بشكل اهدى. يعني الانسان اذا عود نفسه على الرضا، وعود نفسه على يعني انه يتفاعل مع الامور بتلقائيه وببساطه، وان ده ربنا يعني رايد كده وانا قصدني كده، فانا هتعامل معاه عشان هتعامل بس. فديت يمكن يكون ليها تاثير في تغيير نمط الحياه، لان يعني كل الناس تقول له هغير نمط الحياه ازاي وطول النهار قاعد متنرفز وطول النهار قاعد تعبان. لو ابتدى يرضى ويحاول يتعامل مع الحاجه يعني برضا بما قسم الله، وان ده يعني حاجه مكتوبه قضاء يعني من عند ربنا، خلاص الامور هتمشي معاه. ويشوف برضو الامراض التانية اللي ربنا رزق بيها ناس تانية. شوف النعم اللي عنده ربنا، يعني يشوف بلوه غيره ويتم عليه بلوته يعني. يشوف يعني يحاول يعني مطلوب ان هو يغير من اسلوب المعيشه بتاعه، يحسن من اكله، يحاول يمشي حتى على الاقل كل يوم. مش هنقول يلعب رياضه عنيفه، لكن على الاقل يمشي كل يوم 10 دقائق ربع ساعه. بمناسبه المشي، في شريحه كبيره من الناس بعد ما بيخرجوا معاش فهم بيحسوا ان دورهم في الحياه انتهى، فبتلاقي قعد. القعده دي تاثيرها ايه بقى على امراض القلب تحديدا؟ هقول لسيادتك حاجه. هل احنا عندنا كم مضخه في الجسم اللي بتضخ الدم؟ عندنا القلب نمره واحد، نمره اتنين حاجه بيسموها البريفرال بامب. ايه هي دي؟ عباره عن العضلات الطرفيه، العضلات الموجوده في الرجلين والعضلات الموجوده في الايدين وفي الجسم. لما الانسان بيبتدي يتحرك يمشي، العضلات البريفرال بامب دي او العضلات الخارجيه بتضخ الدم مع القلب، بتساعد مريض القلب، بتحرق الدهون فما ترسبش الدهون على جوه القلب، بتحسن الفتنس بتاع الجسم، يعني اللياقه بتاعته، لياقه الجسم، فيبقى مقاوم اكتر للامراض، مقاوم يعني لصحه الشرايين طبعا للحاجات دي. مهمه جدا الحركه. يعني اللي طلع معاش ده ما يستسلمش ويقعد بره، اللي طلع معاش ده ابتدت حياته. عندنا هنا انتهت، ما اعرفش ليه. اللي بره ابتدت حياته لانه بساعتها بيبقى يحس انه فاضي، فبيبتدي يتحرك، بقى هقدر بقى يلف في العالم ويلعب رياضه ويعمل مش عارف ايه، عنده شغلانه تانية يقدر يعملها. طيب وصلنا بقى ان بقى في فعلا عندي مشكله في القلب. ايه بقى؟ بروح للدكتور؟ ايه اللي بيتم؟ كلمه القلب دي او مريض القلب ده لما الدكتور بيقول له في حاجه في القلب، هي نفسيا الكلمه بتبقى تقيله، يعني مش شرط تكون حاجه جامده، يعني اي حاجه في القلب هي حاجه تخض. ليه تخض؟ ليه؟ كلام بسيط يعني نطمن الناس، يعني دي حاجه ما دام ليها علاج، يعني ايه المشكله؟ يعني كل حاجه في القلب ليها علاج دلوقتي، ما دام ليها علاج ايه القصه؟ يعني ما دام حاجه ربنا رزق لنا، يعني
رزقنا فيها بعلاج. ليه نخاف؟ يعني احنا بنقول القصور في الشرايين التاجيه ماشي، عنده الشريان ده بنسبه 70% 80% 90%، بنعمل حاجه اسمها اعاده ترويه لعضله القلب. اعاده الترويه دي ان انا بوصل الشرايين او بعمل توصيل للشرايين للدم بعد السده دي. عندنا طريقين، طريق بسيط جدا وتطور كتير جدا، عن طريق القسطره القلبيه، ان هو بيخش بالقسطره بحط دعامه ووسع الشريان ورجع الدم يمشي تاني زي ما كان. حضرتك بتتكلم الموضوع ده حاجه بسيطه وسهله، ما يعني ما يعني بتاخد حوالي يعني بتعمل حوالي مثلا ربع ساعه نص ساعه يكون العين طلع ويتحرك ويمارس حياته طبيعي، بيروح في نفس اليوم بيروح وبيمارس حياته طبيعي. يعني كلمه قسطره دي ما تخضش، احنا عايزين ما تخضش يعني كلمه ما تخضش حاجه عاديه. لا ما مش ما تخضش ولا حاجه، ليه تخض يعني؟ بتعمل كل يوم الاف القساطر كل يوم ما فيهاش مشكله. طب ده في حاله لو حصل ضيق، وانا لو حصل ضيق يمكن علاجه بالقسطره، يعني في شريان في اتنين وكان تتوفر فيه شروط ان ممكن يحط له قسطره بيحط له قسطره، اذا ما نفعتش القسطره بيتحول للجراحه. في جراحة طبعا احنا لينا تدخل تاني كجراحين قلب، فتح الصدر وبنعمل عملية شرايين تاجية. ايه بقى العملية دي في باختصار كده؟ يعني العملية دي باختصار كان لينا مجموعة صور. هو كان في ده فيديو اولا ده اهمية دور القلب يعني ويشتغل ازاي القلب في ان هو بيضخ، ولا ده في مشكلة في القلب ده عملية القلب الميترال فالف. ده الميترال فالف ده عندنا الميترال فالف، ده جاب فيديو عن ارتجاع الصمام الميترالي. ده من ضمن الحاجات اللي غير انسداد الشريان التاجي، يعني ده من الحاجات برضه غير انسداد الشريان التاجي. هو دخل في النيو فولدر. هو يمكن في فيديو تاني بنستاذن الاستاذ محمد يشوفه لنا. بص الفيديو براه شويه. بمناسبه الصمام ده، هو الصمام ده وظيفته ان هو بيخلي الدم ماشي في اتجاه الصمام ده، الصمام اللي بجنب ده اللي هو بين الاثنين ده ده الصمام المترالي بين الاذين الايسر، بين الاذين الايسر والبطين الايسر. تمام. الصمام الثاني اللي واقف طالع منه شريان الاورطي ده الاحمر اللي هو عليه السهم ده الصمام الاورطي. الصمام الاورطي ده اللي بيضخ القلب ضخ الدم عن طريقه الى باقي الجسم. يعني ده بوابه يعني بيخلي الدم ماشي في اتجاه واحد مثلا؟ ده كل صمام بيسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. في اتجاه واحد. المترال اللي بيسمح من الاذين الى البطين، الصمام الاورطي بيسمح بمرور الدم من البطين الى باقي الجسم. طب ايه بقى احيانا بنسمع يقول لك لا ده في مشكله في صمام القلب، يكون ايه اللي حصل له ده بقى؟ حصل يا اما حصل تكلس يا اما في ارتجاع او ضيق. طب ده بيتعمل ايه بقى فيه؟ بتتعاملوا معاه ازاي؟ بنغيره. بيتغير كله؟ يعني حسب له طبعا امتى يتغير وامتى ياخد علاج. بياخد علاج لحد يوصل لمرحله انه لازم يتغير فبيتغير. طيب التغيير عندنا سهل يعني مش حاجه. حضرتك طبعا بالنسبه لحضرتك هو اكيد الامور دي سهله، لكن بالنسبه للمشاهد فاكيد بالنسبه بتقول تغيير صمام في القلب فده موضوع. لا والله يعني مش قصه كبيره ولا حاجه، هي الامور ابسط من كده بكتير ما دام المريض ما وصلش لمرحله الفيلر، ما وصلش لمرحله الفشل في عضله القلب. طيب يا دلوقتي انا عايز استفسر حضرتك على حاجه. عندنا دلوقتي في امراض الشريان التاجي حصل فيها دي، يا اما في عندنا مشكله في الصمام نفسه، عضله القلب بقى دي نفسها مش دي هي المسؤوله يعني عدم انتظام ضربات القلب، ولا ايه دورها، ولا ايه اللي بيحصل لها بالظبط؟ والله يعني حضرتك توضح يعني لنا كده. بعد ما بترسب يعني عايز اشرح للمشاهدين حاجه. اذا اداء الشريان التاجي وخلاص هنعمل له عمليه، يعني هيدانه دي واحده في واحده في واحده، هوصل 40% 50% مش حاسين، 60% ممكن ما نحسش او يبتدي اعراض بسيطه، الم شويه في الصدر، 70% نبتدي نخش في مرحله ثانيه انه لما يمشي شويه يعمل مجهود، الدم اللي واصل لعضله القلب ده ما يبقاش كفايه، فتبتدي عضله القلب تعمل الم. الالم ده نعمه من عند ربنا، لان الالم ده هيخلي المريض يقعد، عنده الم مش قادر يكمل مشي هيقعد. فده انذار ليه ان هو فده انذار ليه انت اقعد هنا ما تتكملش حركه وما تكملش عشان في خطر عليك. لان لو كملها عضله القلب ده لو حركت صباعك كده اي صباع واحد حتى عدد ضربات القلب بيزيد. هي بتتفاعل مع الجسم، اي حركه في الجسم بتزود عدد ضربات القلب، لما بيزيد عدد نبضات القلب او عدد ضربات القلب احتياج القلب للاكسجين بيزيد، فحال المريض ده انه يقعد. عشان كده يعني ده الالم ده نعمه من عند ربنا انه بقعد المريض. المريض كبر دماغه ومشي
او عنده سكر، السكر بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه بيخلي المريض ما يحسش بالالم ده جامد، يبقى حاجه خفيفه في صدره وارد، خاصه لو بقى عنده سكر بقاله فتره طويله. طب المريض ده يعمل ايه لو مشي شويه وما حسش جات له جلطه في القلب، الدم اللي واصل للقلب بعد السده الشريانيه ديت ما كفتش القلب، فالقلب حصل فيه جلطه، الجلطه دي استاذن بقى حضرتك احنا كده وصلنا ان الحاجات دي كلها ادت لنا الجلطه. استاذن حضرتك نخرج فاصل ونستكمل حديثنا تاني ان شاء الله. فاصل ونعود اعزائنا المشاهدين، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى. دكتور محمد، استكمالا لحديثنا احنا وصلنا ان بقى فيه جلطة، تمام، واحد أهمل فترة طويلة أيا كان بقى الأسباب ايه، تدخين، سمنة، كوليسترول، وصل للوضع ده، حصلت جلطة في القلب، راح للدكتور. يعني هو غالبا هيروح للدكتور غصب عنه لأن اللي بيجيله جلطة ما بيقدرش يتحرك. يمكن في فيديو معانا لحضرتك على الفيديو ده، مقطع في الشريان التاجي، ازاي الجلطه بتتكون، ازاي الدهون بتترسب تحت الانتما بتاعت الشريان بتخش جوه جدار الشريان التاجي، واحده واحده بتبتدي الجلطه تزيد. ده الاصفر ده اللي هو الكوليسترول، ده الكوليسترول والحاجات المكونات الدمويه لحد ما تسد هنا كده، الجلطه بتبتدي تتكون، الشريان مش طبيعي وفي حته فيها انتمال انجري او حاجه ابتدى يتكون فيها الجلطه بهذا النظام. ده مقطع طولي في الشريان وده بيبدا يضيق يضيق واحده واحده لحد ما حته منه تفرقع من ديت كده، فتقفل لنا الشريان تماما. يجي المريض يجي بجلطه في الوقت ده، يعني طالما هي بتضيق كده بتضيق واحده واحده، ده اللي احنا بنقول عليه بيجي له تعب لما يمشي، يجي له ازمه لما يمشي او مع المجهود، وبعدين تجي له اتريست ممكن وهو قاعد كده الدم مش مكفي عضله القلب فيجي له الجلطه. عمل مجهود وعلى حسب مكانها هو ونصيبه، حسب مكانها بقى، حسب هي قريبه فين، غازيه جزء قد ايه من القلب. يعني في شريان ال اي دي مثلا بغذي السيبتم او جزء من جدار عضله القلب اللي هو بين الاذين الايمن والايسر او بين البطين الايمن والايسر، فده مهم جدا، لو اتقفل باثر ممكن يعني يحتاج في ده، معظم الحالات العمليات لازم يكون فيها غالبا الشريان ده. طيب جات له الجلطه بقى، الدكتور هيعمل ايه معاه؟ احنا نعرف مبدئيا ان اللي بيروح اللي فيه جلطه وراح مستشفى ده لازم بياخد حقنه بسرعه علشان تجاوب الجلطه. هيعمل يا اما هياخد الحقنه لازم يروح المستشفى عشان يبتدي ياخد اجراء، الاجراء ده يا اما اجراء طبي هياخد حاجات مذيبه للجلطه، يا اما كان في بروجكت معمول قعد فتره طويله واعتقد انه لسه شغال في مستشفيات كتيره جدا بيسموها ستنت فور لايف. العيان ده مجرد ما يجيله الجلطه او مجرد ما يجيله الالام في الصدر مش راضي يتخف بالعلاج الطبيعي، ما خد القرص اللي تحت اللسان ما خفش، خد حاجات مذيبه ما جابتش نتيجه، خلال ساعه او ساعتين يكون دخل اوضه القسطره وعمل قسطره للقلب فورا فورا، وغالبا بيتحط له قسطره، بيتحط له ستنت، بيتحط له دعامه. الدعامه ديت بتعمل اعاده ترويه لعضله القلب الشريان المسدود ده. لو شفنا الفيديو تاني هنعرف خدنا بيها مقطع عرضي للشريان هيبان لنا هو ازاي بيتسد. تمام. يعني لو حط فيها ستنت في الحكايه دي يمكن تنقذ حياته او تنقذ عضله القلب دي من التليف. بس ده الكلام ده خلينا واقعيين شويه. بيحصل، كان عندنا بيحصل الكلام ده. التامين الصحي يعني ده بيروح قبل ما يكتشفوا ان هو اصلا يعملوا تحاليلهم وان في جلطه، ده الكلام ده بياخد له ساعه ولا ساعه. بس مشكله المريض انه يتحول بسرعه لمستشفى كويس او مستشفى كبير موجود فيه القسطره ديت، او يمكن نقله او فيها دكتور قلب يمكن ينقل المريض ده بسرعه بعربيه اسعاف لمستشفى يعمل الشغلانه دي. عندنا في التامين الصحي ده متاح.
يعني المريض اول ما بيروح بعد قد ايه اول ما بيدخل مستشفى كده بعد قد ايه؟ خلال ساعه ساعتين يكون دخل اوضه القسطره وتركبت له دعامه. طب الكلام ده بقى في الحقنه اللي يقول لك لا ده عنده جلطه لازم ياخد الحقنه على طول اول ما يروح بياخد الحقنه افترض الحقنه مش هتجيب نتيجه. طب الحقنه دي لو في ضرر لو اتاخدت يعني لو ما فاتتش الدور يعني ليه احيانا بيتم التاخير فيها لحد ما نعمل فحوصاتنا بشكل دقيق ونتوصل؟ مش مفروض ان يحصل فيها تاخير او حاجه، هي المفروض دي بتتاخد في الاستقبال عادي. في الاستقبال يعني اقصد اقول ما فيش منها ضرر يعني ما فادتنيش ان في جلطه وهي فيها. ما فيش دواء في الدنيا ملوش اثار جانبيه. يعني قرص الاسبرين اللي بتاخده ده له اثار جانبيه، اي دواء في الدنيا واحد خد قرص نوفالجين ممكن يكون له يعمل له حساسيه يموته. طب حضرتك بتقول دلوقتي يعني ممكن ياخدها يعني في الطوارئ يعني مش لازم فحوصات الاول اذا شك في حسب دكتور القلب ما بيقرر في الطوارئ يعني. المريض بيخش قسم القلب او بيخش طوارئ القلب دكتور القلب بص عليه غالبا اذا امكن يديها له بيديها له او يدخله القسطره البروجكت اللي هو اللي كان موجود انه بيدخله على طول القسطره يعمل له هل هو محتاج عمليه فيتحول على عمليات على طول خلال الست ساعات او ال 12 ساعه الاولانيين والله ده ممكن ممكن يركب له دعامه وخلاص. طب استاذن حضرتك معنا اتصال. معنا الاستاذ محمد من المنوفيه. اتفضل يا استاذ محمد. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اتصال قطع. نشكرك يا استاذ محمد، حاول تتصل بينا مره ثانيه. طيب وصلنا المرحله دي ان هو اول ما راح المستشفى يا اما هياخد الحقنه يا اما هيدخل يركب دعامه. اذا ما نفعتش الدعامه او العين كان عنده انسدادات متعدده في الشرايين كذا شريان مقفولين عنده انسدادات لا يمكن اصلاحها بالدعامه عنده او ما توفرتش الدعامه لاي سبب من الاسباب ما ينفعش الشرايين وما ينفعش يركب فيها دعامه دكتور القلب قال يعني اكيد ليها ابعاد ثانيه بالنسبه له. ابعاد ثانيه لها قياسات ثانيه واشياء ثانيه بتقيم كل حاله حسب هي فيها ايه بالظبط. بعد كده اذا ما نفعتش ده بيتحول المريض لينا احنا بقى اللي هو في الجراحه. تعملوا ايه بقى؟ الجراحة ديت بنعمل حاجات يعني سهلة إن شاء الله ما فيهاش حاجة. بنعمل له عملية شرايين تاجي. عملية شرايين دي في فيديو في عندك مجموعة من الصور كده بنشرح فيها لو يقدر يوديها لنا. طيب يا ريت مجموعة الصور اللي بتوضح. هي نمرة 4. عندها. موضوع الشرايين بقى لو ما ينفعش فيها موضوع الدعامة ده بيتغير كله ولا اللي بيتم؟ لا احنا ما بنغيرش الشرايين، احنا بنعمل كباري أو وصلات. بنوصل الشريان ده يا اما بشريان من الصدر يعني الشريان اللي هو الممري او دي صوره من صور طيب ديت صور ده شريان ال اي دي متاخد بوست مورتم يعني بعد ما المريض بعد حاله الوفاه وكان مريض بالقلب طب نجري الصور اللي بعدها. هات اللي بعدها ده متقطع. هات الصوره اللي بعدها. ركزين ده بيوضح لنا الانسداد على الطبيعه هو ده مسدود ازاي؟ ده بيوضح لنا تحت الميكروسكوب ازاي الصور ديت يعني دي بتوضح لنا ازاي الشريان بيتسد واحده واحده. ده شريان مسدود هناخد من اول حته سليمه لحد ما نوصل للانسداد الكلي اللي ادى الى وفاه المريض. طيب حضرتك قلت لي بقى احنا ما بنغيروش احنا بنعمل كوبري. ايه موضوع الكوبري ده؟ الكوبري ده بناخد شريان ده الشريان اهو مسدود. في الحته السوداء دي يمكن هي واضحه هنا لونها اسود. دي السواد ده اللي هو مسدود نفسه؟ لا السواد ده اللي هو المفتوح هو بس يمكن الاضاءه هنا مش كويسه في التلفزيون. الجزء المسدود التام الابيض ده هو ده السده اللي موجوده الجلطه اللي موجوده في الشريان. تمام. دي الجلطه اللي موجوده في الشريان اللي هي ديت لسه ما سدتش تام. الصوره اللي بعدها اذا امكن يعني الصوره اللي بعدها ده هنا الجلطه اللي حصل فيها انفجار ابتدى يحصل فيها تشقق اللي هو الفيبرس كاب اللي حوالين الجلطه بتتقسم وبتتفتح عشان يطلع منها الجلطه. الصوره اللي بعدها هنا الجلطه اللي كانت موجوده جوه الفيبرس كاب طلعت بره وقفلت لي الشريان. الصوره اللي بعدها هنا الشريان مسدود تماما. ما عادش فيه حاجه. الشريان ده اللي هو ما ينفعش بقى مع الدعامه ولا ينفع مع اي حاجه خالص. ده اللي قدر وفاه المريض ده طبعا يعني المريض. ده مقفوله تماما 100% لحظه لانه ما كانش عنده كولاترال او جلطه اتكونت بسرعه. فيبرس كاب انفجرت بسرعه. لو اتلحق بدري كان ممكن يتعمل موضوع الكوبري ده بقى يتعمل الموضوع الكوبري ده. انفجار الفيبرس كاب ده او الجلطه الفجائيه دي حاجه من الحاجات المنتشره كتير بيقول لك مثلا ده نام ما صحيش او عمل مجهود طب ساكت. ايه يعني؟ ما هو ده ملهاش دعوه بنسبه انسداد الشريان. يعني ده ممكن يحصل في شريان عنده 60 70% ينفجر عادي ويقفل لنا الشريان يبقى 100%.
يعني الانفجار ده هو بيكون السبب الرئيسي في وفاة المريض، في وفاة المريض، في وفاة المريض اللي هي الفجائية، الموت الفجأة، الموت الفجأة ده يعني غالبا بيحصل حاجة زي كده. طيب احنا بقى يعني نتمنى يعني رب ربنا يحفظ المرضى يا رب ما يحصلش كده. احنا بنتكلم في المريض اللي بيقفل واحدة واحدة، اللي بيدينا فترة ان احنا يا اما هنعمل كوبري يا اما هنعمل دعامة للدكتور القلب يعمل له دعامة للشرايين. الأولوية للدعامة في الأول، مش في كل الحالات. يعني في حالات ما ينفعش معها الدعامة من البداية، فانا ما تنفعش مع الحالات دي، حالات مش قليلة يعني. حالات كتير ما ينفعش معها الدعامات، او الاحسن مريض عنده انسدادات متكررة وعنده سكر مثلا، الافضل انه يعمل عملية. طب بتتعمل وبعدها بيمارس حياته بشكل طبيعي عادي خالص؟ حسب هو جات له جلطة في القلب قبل كده ولا لا. يعني ممكن جات له جلطة في جزء صغير من القلب، الشريان اللي اتسد ده كان اثر على جزء صغير من القلب، هو اللي اتأثر، هو اللي حصل في تليف. لما بيقفل الشريان تماما الجزء اللي بيغذيه من القلب ممكن يحصل فيه تليف، معناه انه ما بيشاركش في انخفاض القلب. معنى كده ان العيان ده لما يتحرك شويه بكامل طاقته، بكامل طاقته اللي فتح عليه، تبتدي كفاءه القلب تنزل. طب لما تنزل كفاءه القلب المريض لما يمشي مش هيجي له الم، لان الجزء اللي بيتغذى تليف. خلاص هنا يبتدي هنا حاجه النهجان. عشان كده المريض اول ما بيجي بنساله عن حاجه مهمه جدا، انت بيجي لك الم ولا نهجان؟ هو يفتكر ان الالم ده لما خف من عنده هو اتحسن. الواقع لا، الواقع الالم طول ما الالم عيان مريض عنده الم احنا مطمنين. معناها ان القلب شغال بكامل طاقته، معناها ان القلب لسه حي وبيصوت لما بتقطع عنه التموين يصوت. ما انت ما وصلتلوش اكسجين. فهيبتدي يقول دون اقعد ما تتحركش، يبتدي يجيله يعمل الم في الصدر، يقول اقعد هنا ما تتحركش ما تعملش مجهود لحد ما اخد نفس شويه ويبتدي يتحرك بعد كده. لكن اذا الالم ده راح وتقلب لنهجان، معناه ان الجزء اللي بيصوت ده ويقول له ما تتحركش هنا، لا ده ما عادش بيتكلم خلاص، ده ما سكت خالص وابتدى يعمل. العيان لما يجي يمشي يبتدي يجيله النهجان، فهو مش قادر يمشي لان الجزء ده ما بيشاركش في انخفاض القلب. هو ممكن يفسر النهجان ده بحاجه تانية خالص، ممكن يفسره ان هو ارتاح خف وهقعد شويه وهروق وبعدين اكمل شوية. يعني هو المريض غالبا مش وقت نهجان، ما دام صدره ما بيوجعوش بيعمل مجهود عادي وهو مش فارقه معاه. هنا بقى تبتدي ندخل العين على فحوصات تانية بقى، نبتدي نشوف هل العين ده هيستفيد من العمليه اصلا ولا معادها عاده. يعني هل المريض ده لما اعمل له عمليه هيستفيد بيها، ولا الجزء اللي انا هعمل عليه العمليه تليف وما عادش هيستفيد من العمليه دي؟ جزء مهم جدا ان المريض ده لما هعمل له حاجه المريض ده هيستفيد من الاجراء اللي انا هعمله، سواء كان دعامه كان قسطره، هتعود بفايده عليه، هتعود بفايده عليه. ما افتحش صدره واقفله على الفاضي. فلازم المريض يقول لك طب انا مش قادر اتحرك، طب اعمل ايه يا دكتور؟ يبتدي يزعل العيان. لا ما تزعلش، انت لازم قبل ما نعمل اجراء لازم نكون مطمنين 100% ان المريض ده هيستفيد بنسبه كبيره من العمليه، ونحدد تقريبا النسبه دي هتبقى كام في الميه. العيان ده عنده جلطه وعنده حته تانية بتعمل له الم، هل هيستفيد من العمليه كويس؟ هل هيعدي بعد العمليه كويس؟ ولا الافضل يمشي بالعلاج الطبي ما دام الجزء اللي بيغذيها تليف مع محاذير معينه يمشي مجهوده قليل، يعمل محاذير قليل يعني. لكن نقدر نطمن الناس ان بقى في تطور دلوقتي وبقى في خبره اكتر في عمليات القلب المفتوح. زمان كان يقول لي داخل العمليه مش طالع، دلوقتي لا، اللي بيخش بيطلع عادي ان شاء الله الحمد لله. يعني الحمد لله العمليات دي بقت من العمليات السهله دلوقتي، وتعدي نجاحها بتعدي 95% و97%. يعني ده رقم كبير جدا طبعا. الحمد لله يعني. نسبه الوفيات ما بتوصلش 3-4% في معظم مراكز مصر هنا الحمد لله. ودي هي نفس النسبه العالميه بره، فيعني الحمد لله اجراءاتها ممتازه يعني. طب رساله بقى الدكتور محمد وجهها للمرضى في نهايه حلقتنا. عايزين المرضى ما يخافوش، يعني مش معنى ان عندك القلب ان انت هتموت. ليه؟ ربنا حط علاج، احنا بس ناخد بالنا من نفسنا، ازاي ناخد اجراءاتنا ان احنا ما جيلناش المرض القلب ده من البدايه، عن طريق الاكل، عن طريق الحركه، عن طريق الاستريس، نخف الضغط شويه، نبتدي نهدى شويه في الدنيا، ما نبقاش نجري عليها كده بنجري يعني، كده مش هيجيلك الا رزقك يعني. خايف من ايه؟ ما نخافش من الدنيا ديت، وربنا اللي خلقنا هو اللي بيرزقنا، ما تقلقش من حاجه يعني. فنبتدي نهدى خالص. اذا جال الالم في الصدر او جال المرض ما نخافش برضه، لان ربنا خلق له علاج، سواء كان ده عن طريق القسطرة، عن طريق العلاج بس، او عن طريق القسطرة، او عن طريق العملية، هي ليها حل، ليها حل. فتخاف ليه؟ ما تقلقش من ان شاء الله. ولا حتى العمليات نتائجها ممتازة،
يعني في معظم الحالات نتائج الحالات العادية اللي بنشتغلها كل يوم يعني النجاح فيها في حدود 97% ويمكن أكتر من كده. ده رقم كبير جدا طبعا. الحمد لله. طبعاً. الوفيات بتبقى في الحالات المتأخرة جدا أو الحالات اللي يعني المريض طبعا بيبقى عارف يعني مبلغينه بنسبة خطورة عالية قبلها وقايلين له وهو بياخد القرار بناء على حضرتك قلته له بناء عليه. ودي حالات نادرة جدا على فكرة. والله كلامك مريح ورايح ناس كتير يعني لا عندك حاجة توكل على الله ما تقلقش بس خد إجراءاتك صح وخد تحليلك صح واعمل العملية في وقت صح ما تجازفش ما يجازفش وبرضه ما يستسلمش الدنيا سهلة يعني. دكتور محمد كلامك جميل وإدى أمل كتير لمرضى كتير. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر الدكتور محمد عبد الفتاح عاشور دكتور جراحة القلب والصدر واستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر مستشفى التأمين الصحي. نورتنا يا دكتور. ربنا يكرمك. نشكر أعزائنا المشاهدين واتمنى نكون في معلومات أفادتكم وعلى وعد بلقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج المجلة الطبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.